سيناريوهات متعددة إذن في ملف سمارة على أي حال إلى اللحظة، لكن الثابت أن البوليزاريو ليست بصدد إعلان معركة عسكرية ضد المغرب، ليس مسألة حسن نوايا من قبل البوليزاريو، ولكن لأنه عسكريا البوليزاريو غير قادرة على ذلك. جوج، لأن البوليزاريو اليوم عمليا هي فوق التراب الجزائري، خلف الجدار العازل وفوق الحدود الجزائرية، أي اعتداء أو عدوان على المغرب من فوق التراب الجزائري سيعتبر المغرب والمجموعة الدولية اعتداء جزائري على المغرب، فالجزائر لن تسمح للبوليزاريو باستهداف المغرب من التراب الجزائري. فما يبقى للبوليزاريو هو الدخول المنطقة العازلة، فبالتالي أنه البوليزاريو أو ميليشياتها تستهدف المغرب من التراب الجزائري مستبعد جدا، بل مستحيل، لأنه سيعتبر هجوم جزائري على المغرب ولن تسمح به الجزائر لأنها لا تريد أن تجر نفسها في معركة عسكرية مع المغرب. تبقى المنطقة العازلة ما بين المغرب والبوليزاريو، هذه منطقة مؤمنة من أكثر من 30 سنة الآن منذ نهاية حرب الصحراء وبناء الجدار العازل، فلا يمكن أن تكون منطلق لهجمات عسكرية للبوليزاريو أو غيرها. ولكن تبقى مسألة تسلل عبر الجدار العازل ولا الحدود سواء مع المغرب موريتانيا أو المغرب الجزائر ممكنة، لأنه البوليزاريو بميليشياتها مع الدعم الجزائري تنهج نظام حرب العصابات، فممكن التسلل لأفراد لسيارة واحدة مثلا، لكن بمعدات خفيفة وبأسلحة قد تكون تقليدية في نهاية المطاف. حتى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أكثر من مرة تحدث عن مناوشات وعن عدم احترام لوقف إطلاق النار في المنطقة، وهذا تنصلت منه البوليزاريو رسميا منذ أحداث القرقرات. في نهاية المطاف يبقى التأكيد هو الحاسم. نستمع لعمر هلال السفير الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة الذي يحمل المسؤولية للبوليزاريو، لأن الأدلة كلها تصب في اتجاه أن البوليزاريو خلف المقذوفات المتفجرة التي بلغت السمارة، وأن للمغرب الحق الكامل في الدفاع عن نفسه وحوزته وأراضيه. Le communiqué qui a été publié par le groupe séparatiste armé, le Polisario. الدليل الأول هو بلاغ البوليزاريو. إذن يقول عمر هلال. 901. البلاغ رقم 901. C'est ce qu'ils appellent l'armée de libération. الذي يقول فيه ما يعتبره جيش التحرير أنه استهدف ثلاث نقاط. فارسية. المحبس السمارة والفارسية. De l'explosion et de projectiles qu'ils ont lancé dans ويقصدون المتفجرات التي استهدفوا بها السمارة ليلة السبت. هذا الدليل الأول، وهذا بلغ رسمي للبوليزاريو. الدليل الثاني، et les télévisions du monde, les agences de presse ont commencé لما الإعلام الدولي بدأ الحديث عن هذه التفجيرات، لما تمت الإشارة للبوليزاريو لم ينفي هذا الاتهامات، وصمت البوليزاريو يؤكد أنهم خلف هذا التفجيرات. كان هذا إذن عمر هلال. هذا كان يومين أو يوم فقط قبل قرار مجلس الأمن، القرار الذي تم اعتماده بأغلبية كبيرة ساحقة على أي حال داخل مجلس الأمن. عنوانه البارز تمديد ولاية بعثة المينوسو، تجديد التأكيد على الحل السياسي والسلمي لهذا الملف ودعم لمبادرة الحكم الذاتي. نذهب الآن إلى مدينة العيون، ينضم إلينا مباشرة من هناك رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان محمد سالم عبد الفتاح. سي محمد سالم عبد الفتاح، صباح الخير ومرحبا بك معنا على شذا فهمه. صباح النور، أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. مرحبا بك سي محمد سالم عبد الفتاح. قرار مجلس الأمن الأخير القاضي بتمديد بعثة المينورسو لقي إشادة من الجانب المغربي في بلاغ رسمي، علاش القرار الجديد لمجلس الأمن اللي تمت المصادقة عليه البارح مهم للمغرب؟
مهم لأنه حسب ما جدلا داخل مجلس الأمن كان هناك يعني محاولة لتغيير هذه المقاربة الأممية التي باتت تصب في صالح المغرب منذ 2007 والتي تكرست أساسا منذ 2018. دعني أعود قليلا إلى شرح هذه المقاربة الأممية، لأنه منذ 2007 تحديدا منذ طرح مبادرة المغرب للحكم الذاتي بدأت هذه المقاربة الأممية دائما تشير إلى أولوية وأسبقية المبادرة المغربية وتصفها بالجدية والمصداقية وبذات الأولوية. لكن في سنة 2018 تكرست يعني حصرية الإحالة على هذه المقاربة، بمعنى تم إهمال كافة الطروحات الانفصالية والراديكالية، وتم تجاوز حتى طرح الاستفتاء. في سنة 2018 كان هناك تحول آخر، وهو تكريس دور الجزائر باعتبارها طرف رئيسي معني في هذا النزاع. قرارات مجلس الأمن صادرة منذ 2018 توجه الدعوة صراحة يعني بشكل صريح للجزائر باعتبارها طرف معني، حيث تكرست أيضا الإحالة على آلية الطاولات المستديرة التي تتساوى فيها الأطراف جميعا. وحينما حاولت الجزائر التنصل من مسؤولياتها عبر اعتبار نفسها غير معنية أو غير طرف، أو تقول أنها ليست طرف رئيسي، كانت نعم الصيغة التي يعتمدها مجلس الأمن يقول جميع الأطراف والجهات المعنية، ويذكر الجزائر بالاسم بنفس عدد مرات ذكر المغرب. وبالتالي كانت هناك محاولة لتغيير هذه، يعني للعودة إلى مربع الصفر مجددا، ولمحاولة تغيير هذه المقاربة. كانت هناك أيضا محاولة لتقليص مدة يعني عهدة تمديد عهدة المينورسو، كانت هناك طرح يقول بأنه يجب أن تمدد لستة أشهر فقط، بينما حلفاء المغرب ينبغي أن نشير إلى أنه الممسك بالقلم فيما يتعلق بإعداد مسودات قرارات مجلس الأمن هي الولايات المتحدة الأمريكية، نعم والولايات المتحدة الأمريكية تعترف رسميا بمغربية بمغرب الصحراء الصحراء. ولا تخفي دعمها وتأييد المبادرة المغربية للحكم الذاتي. حلفاء المغرب دفعوا بأنه ينبغي التمديد لمدة سنة ما الفرق كاملة وأن لا بين يتم التمديد استئناف. لسنة أو 6 أشهر؟ هو في إشارة إلى نوع من إلى يعني تقييم حالة الاستقرار، إذا كانت الوضع مستتب، إذا كان هناك تفاهم حول تقييم الوضع الميداني والأمني، يكون تمديد العهدة لمدة أطول، ويرتبط بتدبير ميزانية الأمم المتحدة التي يتم يعني تدبيرها بشكل سنوي. بينما كلما كان هناك تقييم حول يعني انفلات الوضع أو التهديدات أو يعني الأوضاع غير مستتبة، نعم يتم التمديد لمدة أقل لأجل لمدة النظر في مدة تلك التطورات التي يمكن أن تشهدها تلك القضية المعنية بقرار الأممي. طيب إلى ولهذا أي كان حد دائما سي محمد سالم عبد الفتاح هذا القرار الجديد يصب في مصلحة المغرب ويدعم مقترح الحكم الذاتي؟ مجلس الأمن يجدد التأكيد على ضرورة حل هذا الملف من خلال حل سياسي واقعي عملي دائم ومبني على التوافق. المغرب يقدم مشروع أو مقترح الحكم الذاتي، المجلس مجلس الأمن والأمم المتحدة وغالبية الدول عبر العالم ترى فيه هذا الشروط الواقعية الجدية الاستمرارية وأنه حل سياسي ودبلوماسي، في حين الطرف الآخر لا الجزائر ولا البوليزاريو تشبت مرة تقول لك الاستقلال، مرة تقول لك الاستفتاء، ومرة تهدد بالحرب وبالتصعيد وبالخروج من اتفاق وقف إطلاق النار. نحن نتحدث عن مقاربة أممية واقعية وعقلانية. نتحدث عن عبارات مثل الواقعية، مثل الحل القابل للتطبيق، الحل السلمي، هذه كلها الحل التوافقي العملي، كلها عبارات تحيل على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. حينما نتحدث عن الأمر الواقع، ما هو الأمر الواقع؟ الأمر الواقع على أن المغرب يسيطر، المغرب يبسط سيادته الكاملة على أنه المغرب متواجد على الأرض. بالتالي احنا نتحدث عن التعاطي مع أمر واقع متجسد في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بخلاف طرح البوليساريو، لأنه نحن أمام طرفين. طرف أولا المغرب يتمسك رسميا بدعم الجهود الأممية، لا يزال يتمسك باتفاق وقف إطلاق النار، نعم لا يزال يدعم الجهود الأممية. الجهة الأخرى أو الخصوم المغرب وحدة الترابية يتنصلون من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا،
يطالبون يتبنون ما يسمى بالكفاح المسلح بين المزوجتين، يعلنون حربا دعائية من جانب واحد، ويعني يتنصلون من وقف إطلاق النار، ويرافعون عن طروحات يعني راديكالية، طروحات انفصالية راديكالية وغير واقعية. غير وبالتالي هذه واقعي. المقاربة تماما، هذه المقاربة التي يتم الإحالة عليها من خلال عبارات من قبيل الحل السياسي السلمي التوافقي العملي القابل للتطبيق، كلها تنسجم تماما مع المبادرة المغربية للحكم ذاتي، فضلا على أن مجلس الأمن يحيل على المبادرة بشكل صريح، يشيد بهذه المبادرة ويقول على أنها تحظى بالأولوية بالجدية بالمصداقية، يقول على أنها أساس جيد للمفاوضات. الجديد منذ 2018، وهذا ما يثير حمق البوليساريو وخصوم المغرب بعد أحداث الترابية، ما يثير حمق الجزائر، على أنه تم إهمال كل الطروحات قبل سنة 2018، وبالتالي تكرست يعني على أنه المبادرة المغربية باتت هي الحل الوحيد اليوم المطروح على طاولة المفاوضات. الحل الممكن. أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات، ضيف الصباح في فقرة ليك ليراج محمد سالم عبد الفتاح، وذكر أنت رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، وكنت معنا مباشرة من مدينة العيون.